يقول للذين على اليسار: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. أخطر وأرهب كلمة يسمعها الإنسان بداية النار الملتهبة الأبدية، بداية العذاب الأبدي. طبعا بمخنا المحدود ده مش هنقدر نتصور إطلاقا أو ندرك أو حتى نتأمل في أبدية جهنم، جهنم النار الأبدية. هيدور لبتوع الشمال ويقول لهم: اذهبوا عني يا ملاعين. أخطر وأرهب صوت، أخطر وأرهب كلمة، أخطر وأرهب لحظة، بداية العذاب الأبدي إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. أنا ما كنتش معد النار دي للإنسان، لكن أنتوا اللي اخترتوا الطريق المؤدي للنار الأبدية. أنت اللي اخترت الخطية، وانت اللي غمضت عينيك، وانت اللي رفضت الوصية، وانت اللي اخترت الطريق. لكن النار دي انا عديتها لإبليس وملائكته، وانت بظلمة وضيق فكر، الشهوة ملكتك، ومحبة العالم اخدتك، عشان كده انحضرت الى الهاوية. اذهبوا عني يا ملاعين، يا ملاعين. عشان كده أنا بقول لكل إنسان عايش في الخطية أو في عدم الإيمان، في رفض المخلص يسوع المسيح، تأمل في الكلمة دي: اذهبوا عني يا ملاعين. تأمل في الكلمة دي، كلمة دي تحتم على الإنسان التوبة الآن. الغير مؤمن يقبل المسيح الآن، واللي عايش في الخطية يبدأ التوبة الآن قبل فوات الأوان وقبل سماع الصوت الرهيب: اذهبوا عني يا ملاعين.